السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحباب السلكين، متابعين، مشاهدين، مستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أهم حلقات سلكين ونحب الدين. كيف تستقبل رمضان؟ كيف تستعد لرمضان؟ شن هي أحوال الناس في استعدادهم لشهر رمضان؟ وشن هو الصح منها وشن هو الغلط؟ الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان، يعني آخر يوم من شعبان وأول ليلة من رمضان، صفدت الشياطين ومردة الجن. تحبس الشياطين وتحبس مردة الجن، خلاص مش وقت شياطين. رمضان شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، كل أبواب النار تغلق، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. الجنة أبوابها مفتوحة والنار أبوابها مغلقة، والشياطين صفدت. وينادي مناد، مش هيك بس، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل. يلي تبي الخير في رمضان، يلي تبي التوب، يلي تبي المغفرة، يلي تبي رحمة ربي، يلي تبي ربي يعتقك من النار، يا باغي الخير أقبل، تعال في رمضان. ويا باغي الشر أقصر. اللي يكره رمضان، اللي ما يحبش رمضان، عشان رمضان يحرمه من تدخينه، والله يحرمه من الأغاني، والله يحرمه من الشهوات، والله يحرمه من كذا، والله يقول لك رمضان مش موسم بيع وشراء، مش موسم رزق، مش كذا. يكره رمضان، ما يحبش رمضان. يا باغي الشر أقصر، ابتعد. رمضان للي يبوا المغفرة، للي يبوا الرحمة. يا باغي الشر أقصر. وفي نهاية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. في كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله عز وجل ناس من النار. شوف هذا الفضل، ناس لا تمسهم النار أبدا، في كل ليلة من رمضان ربي يختار ناس، فلان وفلان وفلان وفلان، هؤلاء النار لن تمس أجسادهم. أنا متأكد في من يسمع فيه الآن يقول لك: هذا فضل عظيم، عتقاء من النار، ربي ناس ما تمسهمش النار، ما فيش شياطين، غلقت أبواب النار، فتحت أبواب الجنة. أنا نبي نرجع لربي في رمضان، نبي نتوب في رمضان، وريني شن ندير، كيف نستقبل رمضان استقبال صحيح. في هذه الحلقة نعرف كيف تستقبل رمضان الاستقبال الصحيح. شوفوا الناس وبالأخص العصاة من أمثالنا، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا، في استعدادهم لشهر رمضان ينقسموا إلى ثلاث أنواع. النوع الأول، وهو أكثر الأنواع المنتشرة بين الناس، أكثر نوع هو النوع الأول. النوع هذا شنو يدير؟ هو إنسان صاحب معاصي وصاحب ذنوب، ويشوف في نفسه بعيد عن ربي، لكن فطرته طيبة وفيه بذرة خير. فشنو يقول في نفسه؟ يقول: أنا لما يجي رمضان حنتوب وحنرد لربي وحندير من الطاعات كذا وكذا وحنصلي وإلى غير ذلك من الطاعات. لكن الآن في هذه الفترة قبل رمضان منكب على المعاصي، يعني أغاني يسمع في أغاني، تدخين، زنا، علاقات محرمة، معاصي كثيرة، والشيطان يزين له يقول له: لا ما تتوبش توا، لا لا ليش تتوب توا، خلاص هو جاء رمضان، حتتوب في رمضان بالمرة، خلي التوبة الآن. فالآن هو كأن المعاصي يزيد فيه، لأنه عارف روحه يبيتوب، فيقول لك نزيد 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 في المعصية لعند بيجي رمضان وحنتوب في رمضان. النوع هذا شين يصير له؟ لما يبدأ رمضان هو في نفس طاعات ودير برنامج في راسه، حيصلي الفرائض في وقتها في المسجد، وحيصلي نوافل كثيرة جدا، وحيقرأ قرآن، وحتى المرأة تقول في نفسها: أنا حندير ختمات وحندير كذا وحنصل رحمي وحنبر والدي. فهو الشاب أو البنت في عقله كثير من الطاعات، فلما يبدأ في رمضان يبدأ في البرنامج اللي هو دائرة أول يوم جاي متحمس، ودخل شهر رمضان والشياطين صفدت وهو، فهو متحمس يبدأ في الطاعات، يطيع ربي كذا. ثاني يوم، ثالث يوم يبدأ يتعب. ليش؟ لأنه مش متعود على الطاعة وما دربش نفسه على الطاعة، يبدأ يتعب. رابع يوم، خامس يوم، سادس يوم، لأن ما يجي سابع ثامن يوم معش يقدر يكمل، خلاص معش يقدر يكمل. ليش؟ لأنه هو مش متعود أصلا على الطاعة، جاء مرة واحدة وكثر على نفسه برنامج كبير وطاعات كثيرة كثيرة كثيرة. وهذه على فكرة أحد وساوس الشيطان: خلي التوبة توا، خلي توجيه رمضان تكثر بالمرة. فيكثر بداية رمضان، شن يضيع؟ يضيع أفضل ليالي رمضان، العشر الأواخر.
الليالي نهاية رمضان أفضل من بداية رمضان وأفضل من وسط رمضان. فهو هذا الشخص جاء بداية رمضان متحمس، لكن ما عادش قدر يكمل 9 يوم 10 يوم، خلاص تعب، ما عادش يقدر على البرنامج. فهو يقول لك خلاص أنا درت اللي علي وحاولت نتوب وحاولت نرجع لربي، لكن والله تعبت وما قدرتش. لا، أنت ما درتش اللي عليك، أنت ضيعت أفضل ليلة في العام كله، ليلة القدر التي هي الله عز وجل قال عنها ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر، تخيل إنسان يعبد في ربي 83 سنة متواصلة ما فيش معصية، 83 سنة، 1000 شهر عبادة عبادة عبادة. تخيل الأجر وتخيل المغفرة وتخيل الرحمة اللي بياخذها من الله عز وجل. ربي قال ليلة القدر خير من 1000 شهر، تأخذ أجر أكثر من شخص عبد ربي 83 سنة. وأمتى ليلة القدر؟ ليلة القدر في 10 الأواخر. فهذا الشخص ضيع أفضل ليالي رمضان اللي هن 10 الأواخر، لأن الشيطان وسوس له. بداية رمضان جاب طاعات كثيرة، وهو الآن قاعد منكب على المعاصي فما يقدرش يكمل. النوع الثاني من أنواع الناس في استعدادهم لرمضان هو نوع الأرقام والإحصائيات. النوع هذا نفس النوع الأول، يعني شخص عنده معاصي عنده ذنوب، وحتى هو يقول لي يجي رمضان أنا حنتوب، ويجي رمضان حندير وحندير، ويجي رمضان برضو يكثر على نفسه طاعات هو مش متعود عليه. لكن الفرق أن النوع هذا عنده أرقام في رأسه يحقق، يقول أنا في رمضان لما يجي رمضان حنختم القرآن 8 مرات، حنصلي عدد من النوافل كذا وكذا، حنصل رحمي كعدد مرات كذا وكذا، حندير حندير حندير، مسجل كل شيء مسجله بالرقم. فالنوع هذا يبدأ رمضان يبدأ متحمس وعنده عزيمة أكثر من النوع الأول. يبدأ رمضان يبدأ يدير في الطاعات كذا، أول يوم ثاني يوم رابع يوم خامس يوم يبدأ يتعب يتعب، 10 يوم ينال منه التعب، نصف رمضان يبدأ التعب يزداد. لكن النوع هذا عنده إصرار وعنده عزيمة، عنده أرقام في رأسه مصر أنه يحققها، فيستمر حتى هو تعبان ومرهق ومنهك يستمر. لكن شنو الفارق؟ الفارق أنه هو أرقام يبي يحققها وخلاص، يتعب ولكن ما فيش لذة طاعة، ما فيش لذة عبادة، أرقام في رأسه يبي يحققها. وبداية رمضان كان متحمس، نصف رمضان الحماس قل خلاص، لكن في نفس الوقت يبي يكمل وخلاص. فلما يجان 10 الأواخر وهن أفضل ليالي رمضان، ليالي 10 الأواخر وليلة القدر، يكون هو يبي يكمل أرقامه، منهك جسديا ومنهك نفسيا ومنهك فكريا تعبان، لكن يكمل الأرقام وخلاص. ويبدأ نهاية رمضان يوم 22 يبدأ يرجع في رمضان أمتى ينتهى رمضان، وبمجرد ما يجي العيد يفرح فرح عظيم، مش فرح العيد من المسلمين يفرحوا بالعيد وكذا، لا، يفرح أن رمضان انتهى، والضغط اللي كان عليه والتعب اللي كان عليه انتهى خلاص، وقيوده يحس في نفسه كان مقيد، يحس نفسه أنه فك القيود وينكب على المعاصي من أول أيام العيد، معاصي بشراهة وذنوب وكذا بشراهة، كأنه كان إنسان مقيد مقيد وانطلق على المعاصي مرة واحدة خلاص. يقول لك أرقام في باله حققنا، أنا جيت الأرقام اللي كنت نبي نحققها وحققتها، مهمش هل ربي قبل منا رمضان، ربي ما قبلش منا، لأن من علامات قبول العمل الاستمرار. يعني الناس اللي تعبد ربي في رمضان وبعد رمضان تقطع، كيف انت تعلم ان الله عز وجل قبل عملك ولا ما قبلش؟ والنوع الاول والثاني الان مسرفين على نفسهم في المعاصي، معاصي وذنوب، يقول لك نين يجي رمضان خليه تون توب في رمضان تون توب في رمضان، والان كانه فش في غله في المعصيه، معاصي وذنوب وزنا وعلاقات محرمه وتدخين، ويقول لك لان خلاص يبي يجي رمضان يبي هو يبي توب في رمضان، لكن رمضان حيقيده، يشوف في نفسه ان رمضان هذا بالنسبه له تقييد. فهذه النوعين في خطر عظيم، هل تضمن أنك تعيش لعند رمضان؟ كم من الناس كان يمني نفسه أنه في رمضان حيتوب في رمضان حيدير وما وصلش رمضان؟ كم من الناس يسمعون الآن قد يأتي رمضان وهو تحت التراب في قبره، يزين لك شيطان حتوب في رمضان الآن معصية معصية معصية، بعدين فلان والله مات تحت التكييف الله يرحمه، والله حادث رصاصة طايشة، أي سبب كان يجد نفسه في القبر، ويجد تزيين الشيطان له وتسويفه للتوبة وتأجيله للتوبة كل يوم، يندم عليه ندم عظيم. نجول النوع الثالث من الناس في استعدادهم لرمضان، اللي هو الحل الصحيح لاستقبال رمضان. كيف تستقبل رمضان استقبال صحيح؟ هو النوع هذا يستقبل في رمضان استقبال صحيح. النوع هذا إنسان زي البشر، عنده معاصي وعنده ذنوب، لكن برضو فطرته طيبة ويبي يرجع لربي ويبي يتوب لله عز وجل،
لكن ما يضحكش عليه الشيطان زي النوع الأول والنوع الثاني يضحك عليهم كل سنة، خلي التوبة خلي التوبة خلي التوبة، يجي رمضان يكثر على نفسه طاعات ما عاش يقدر يكملهن ويفوت فرصة الطاعة والعبادة والمغفرة في رمضان. النوع هذا يدير في حاجة يفوز بها في رمضان، يعني خليني أعطيك مثال بسيط. اللاعب لما بيلعب مباراة كرة قدم يدخل على المباراة مباشرة؟ لا، ضروري قبل المباراة يدير عمليات إحمائية، يسخن يجهز نفسه، يبرم على الملعب يلف على الملعب كم مرة لين يجهز. لما يجهز ويحس نفسه أنه استعد ومتهيأ فعلا للمباراة يدخل يلعب حتى 120 دقيقة بدون ما يوقف. لكن لو يدخل المباراة، هذا اللاعب يدخل المباراة دون عملية إحمائية، مجرد ما يلعب شوية يصير لشد عضلي، خلاص ما عاد يقدر يكمل المباراة. كذلك النوع الأول والنوع الثاني صار لهم نفس الشيء، يأجل التوبة يأجل التوبة يأجل التوبة، يجي رمضان يكثر على نفسه عبادات مرة واحدة وهو مش مهيأ ما عاد يقدر يكمل. لكن لو اللاعب فعلا يدير عمليات إحمائية ويلف ويجهز نفسه، كذلك هذه اللي يدير فيها النوع الثالث. النوع الثالث يستغل فرصة رمضان استغلال صحيح، من الآن يستعد، وهذه اللي نبيك أنت وأنت تديروها في شهر رمضان. من الآن اترك المعاصي قدر الإمكان، حاول التخلص من المعاصي، الذنوب يقيد الإنسان على الطاعة. أنت تبي تطيع ربي في رمضان وتبي الله عز وجل يغفر لك ويرحمك، حاول التخلص من المعاصي قدر الإمكان. الإنسان الدخان يحاول يخفف منه، الأغاني يسيبهن، العلاقة محرمة يتركها لله عز وجل، من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. فأنت من الآن عود نفسك على الطاعة، يعني مش بس تترك المعصية، عود نفسك على الطاعة شوية بشوي. إنسان اللي ما عندهش نافلة يدير نافلة، ما عندهش ورد قرآني دير حتى صفحة في صفحة قرآن في اليوم، ثبت على نفسك ورد قرآني. نصيم اثنين وخميس، نحاول من الآن نعود نفسي على الطاعة شوية بشوية شوية بشوية، يجي رمضان تجد نفسك مهيئ وجسمك جاهز لاستقبال رمضان ولاستقبال الطاعة في رمضان. ومهما تطيع ربي ومهما تزيد على نفسك من الطاعة ومهما كذا، أنت مهيئ، جسمك واتي، درت عمليات إحمائية، جاهز أنت لرمضان ولاستقبال رمضان، وتبدأ في رمضان بنفس مرتاحة ومشتاق لرمضان ومشتاق لله عز وجل ومشتاق لتوبة ربي ومغفرة ربي. أول أيام رمضان يبدأ طاعتك مش تنقص زي النوع الأول والثاني، لا، طاعتك تبدأ تزداد تزداد، وتجي العشر الأواخر وأنت في شوق للعشر الأواخر، تبدأ تزداد وتحصل على فضل ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. تحصل على فضل ليلة القدر وتفوز بليلة القدر وتفوز برمضان وتثبت على الطاعة بعد رمضان، ويحبك الله عز وجل ويغفر لك الله عز وجل، وتعيش حياة أخرى بعد رمضان. رمضان حيكون هو الشهر اللي يغير حياتك. نصيحتين قبل ما نختم الحلقة. الأولى، توب إلى الله عز وجل الآن وأنوي الخير في رمضان، أنوي أنك تدير أعمال صالحة، أنك تفوز بليلة القدر، تبر والديك، تصلي، تختم القرآن كم مرة، خلي عندك نية صادقة حتى كنت وفاك الله عز وجل قبل رمضان تأخذ الأجر كامل كأنك أعملت هذه الأعمال وفزت فعلا بليلة القدر. النصيحة الثانية لكل شاب وكل فتاة، الفتاة ما تكملش رمضان في المطبخ وتكملها كلها في المطبخ وخلاص، ولا تكملها مسلسلات وأغاني وتضيع رمضان. كذلك الشاب ما يكملش رمضان مجرد انه زرادي وطلعات مع اصحابه ورحلات وجو سمح وسحورات برا، ويضيع الطاعه. في نهايه هذه الحلقه نوصيكم تكثروا من هذا الدعاء: اللهم سلمنا الى رمضان وتسلمه منا متقبلا. تابعونا في حلقه جديده وموضوع جديد، وسلكين ونحب الدين.